لكن ما هو خط أنابيب دروزبا الذي قد يحل معضلة المجر أوروبيا؟ خط أنابيب دروزبا يعد أكبر خط أنابيب لنقل النفط في العالم، حيث يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر، كما أنه ينقل النفط الخام من روسيا إلى وسط أوروبا، وينقل النفط عبر فرعين لفرع الشمالي الذي يمر عبر بيلاروس وبولندا وألمانيا، بينما يمر الفرع الجنوبي من بيلاروس وأوكرانيا مرورا بسلوفاكيا والتشيك والمجر، بينما يمر خط آخر أيضا عبر بيلاروس وصولا إلى خليج ريغا في لاتفيا. ويعد خط أنابيب دروزبا العملاق وهو المصدر الرئيسي لواردات المجر من النفط الخام.